السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبسلامة. رجعنا فيديو جديد من لعبة فورتنايت، تحدي اخر من تحديات هالاسبوع واللي تحديات باسم تي ان تينا، واللي هو راح يطلب منك انه تدمر كاميرات الحراسة او برج الحراسة واللي راح تلقاها بمنطقة المغارة، مثل ما هو موضح امامكم منطقة المغارة او جريدو، منطقة جريدو راح تلقاهم هنا في هذا المكان، وهذه هي كاميرات الحراسة واللي راح تلقاها في هذا المكان، ف تروح تدمرها بأسهل ما يكون. وبرج الحراسة راح يكون دمه هواية، فما تقدر تدمرها بسهولة، فلذلك لازم تدمجها دمج كثير حتى تتكسر أو تقدر تكسرها بالقنابل، فلذلك هذه أحسن طريقة. فهذا المكان، أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك بالقناة وفعل الجرس التنبيهات، ودعموني بكود الايتم شوب اللي ظاهر على يسار الشاشة. كان معكم هانتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.